أهلا فيكم بقناتكم ملخص فيلم معدانة. صاحب القصة الحقيقية اللي بيصعب تصديقها، رجل اتجاوز مشاعر الألم وتحدى الطبيعة وخاض المخاطر ليسترد حقه ويحقق العدالة. فيلمنا لليوم هو The Revenant. بطل أحداث الفيلم هو هيو جلاس، مستكشف أمريكي وسائد فراق، وعلى الرغم من أن تجارب الفراق مربحة إلا أنها خطيرة كتير وبيتوجب على اللي بيمتهنها أنه يعيش بالجبال والمناطق البرية. كانت زوجة هيو جلاس من الهنود الحمر، ولهيك بنشوف أنه ابنه أخذ ملامحهم وبشرتهم الحنطية، وأما زوجته فماتت وقت اللي هجموا عليهم الأمريكان البيض وأبادوهم وحرقوا قريتهم، لأنه بهداك الوقت كانت الحروب والمعارك شغالة بيناتهم على امتلاك الأراضي والحيوانات. وبسنة 1823 انطلقت بعثة أمريكية استكشافية لاستكشاف المناطق البرية المجهولة، وكمان بهدف صيد الحيوانات، وكان هيو جلاس وابنه هونك جزء من هالبعثة اللي كانت تحت قيادة الكابتن هنري. وأثناء تواجدهم بالمنطقة هاجمتهم قبيلة أريكارا، إحدى قبائل الهنود الحمر، وقتلوهم بالسهام واحد ورا الثاني، وسرقوا الفراق واللي فيما بعد بقيدوه مع الجنود الفرنسيين ببنادق وخيول. لكن ما كان هذا سببهم الرئيسي للهجوم على البعثة، والسبب الرئيسي هو بأنه زعيم القبيلة كان عم يدور على بنته واللي انخطفت من قبل مجموعة فرنسية. وأما البعثة واللي تم الهجوم عليها فاستطاعت مجموعة منها الهرب بقارب، لكن مشكلتهم إنهم ما بيعرفوا المنطقة منيح، ولهيك بيطلب هنري مشورة كلاس كونه خبير ومستكشف، فبيقول له بأنه النهر ملك للهنود الحمر واحتمال كبير بأنهم يحاصروهم بأي لحظة، ولهالسبب لازم ينزلوا من القارب ويكملوا مشي ويعبروا الجبال لحتى يقدروا يوصلوا لحصن كايوا التابع لهم. وبالفعل بنفذوا كلامه، لكن في واحد اسمه فيتزجيرال بيعترض وبيقول له لما نحن حنترك القارب الهنود الحمر حيلحقوا آثارنا لأنهم مالهم أغبياء، وإنت يا جلاس مفكر حالك عبقري زمانك. وما بيكتفي بهيك، لا كمان بيتمسخر على ابنه وبيقول عنه متوحش، لحد ما بيمسكه جلاس وبيسمعه كلمتين وبيهدده بالقتل. وبعدها منشوف إنه صار مثل ما حكى جلاس، لأنه الهنود الحمر كانوا لقوا القارب وحرقوا ولحقوا أثرهم بالجبال. وقبل ما يكملوا بطريقهم بقيادة جلاس ومشان ما يتعبوا من حمل الفراق بيقوموا بيخبوه بمكان آمن لبعد فترة يرجعوا ياخدوه، وبعد مسافة بيتعبوا بيناموا. أما جلاس فبيكون عم بيدور على صيد جديد، فبيسمع صوت وبيتفاجأ بدب كبير عم يركض باتجاهه، فبيحاول يصوب عليه لكن الدب يكون سبقه وهجم عليه، شق له لبسه وشرط له جسمه وهشم حنجرته لدرجة انه ما بقى يقدر يحكي او حتى يطلع له صوت، لكنه لحق حاله باخر لحظة وقدر يطول السكين ويطعنه للدب ويدحرج معه ويوقعه بالوادي. لبعد شوي بيشوفوا رفقاته وبيركضوا اتجاهه وبيحاولوا يوقفوا له النزيف وخيطوا له الجروح، لكن اصابته كانت مميتة وصعبة المعالجة، واما باقي جسمه فكان مشرد تشريط فأصبح عاجز تماما. لتاني يوم الصبح بيكملوا طريقهم والدنيا تلج والطريق صعبة ومليانة صخور، وهون بيتعبوا أفراد المجموعة من حمله طول الطريق، وأكيد صار بدهم حل، فبيخصص الكابتن مكافأة مالية مجزية للشخصين اللي رح يوافقوا يضلوا مع جلاس وابنه. وبالفعل بيوافقوا اثنين يبقوا معهم، الأول هو بريدجر ووافق يضل معه لأنه قلبه طيب ومستحيل يترك حدا بهيك وضع وراه، أما الثاني فهو فيتزجيرالد واللي وافق يبقى مشان المكافأة المالية بالمقام الأول، ولأنه كان واضح بأنه عنده نية سيئة وناوي يعملها بالمقام الثاني. أما الكابتن فبيحذر فيتزجيرالد وبيوصيه يعتني بجلاس وابنه على قد ما بيقدر، وبحال موته لازم يدفنه بشكل يليق فيه، لنشوف بعدها بأنه فيتزجيرالد بيستغل فرصة عدم وجود هوك وبريدجر بسبب أنه نزلوا النهر ليجيبوا مي ويطمنوا بأنه الهنود الحمر ما عم يلحقوهم، فبيعمل مع جلاس اتفاق وبيقول له شو رأيك اذبحك وانقذ ابنك، لأنه إذا بقينا بهالوضع أكيد الهنود الحمر حيلاقونا ويقتلونا. لكن جلاس وبسبب عدم قدرته على الحركة أو حتى على النطق ما بيقدر يرد عليه، ليقوم فيتزجيرالد ويخنقه لولا تدخل ابنه اللي تعارك معه وحاول ينده على بريدجر فكتم له صوته وطعنه وقتله قدام جلاس اللي لا حول له ولا قوه. ولما رجع بريدجر كذب عليه فيتزجيرالد وقال له بانه شاف هنود حمر عند النهر واحتمال كبير يكونوا هن اللي قتلوا هوك، وانه لازم يتحركوا بسرعه قبل ما يوصلوا للهنود الحمر ويقتلوهم. فبيقوم الندل وبيسحب جلاس وبيدفنه هو حي بالحفره اللي كان مجهزها له. اما بريدجر فما كان بده يتركه لكنه اضطر يكمل خوفا على نفسه، فبيترك له قنينة المي وبيمشي لتبدا معاناة جلاس لوحده ويقدر يستجمع اللي بقي من قوته ويزحف لعند ابنه ويحضنه ويودعه ويوعده بانه حيقتل اللي قتله ويجيب له حقه. بيكمل طريقه زحف وجسمه مليان جروح والجو ساقعه والهنود الحمر مالين المنطقه وما في شيء ياكله، يعني معاناه بكل المقاييس وبكل ما تعني الكلمه من معنى. بيستمر بالزحف وبيوصل للنهر وبيشرب مي وبيبدا ينظف جروحه ويكويها بالنار ليكمل ويدور على اكل مشان يقوي حاله ويضله عايش لحتى يقدر يكمل طريقه. وبنشوفه بعده وهو عم يكتب على
طرف النهر بأنه فيتزجيرالد قتل ابني هوك، وفجأة بيسمع صوت الهنود الحمر فبيتخبى منهم، لكنهم بيشوفوه وبيهرب بمية النهر بمساعدة خشبة يستند عليها وبيتمكن من النجاة. بينام من تعبه بالمكان اللي وصل عليه وبيصحى بالليل وبطنه عم توجعه من الجوع، فبيروح يدور على أكل وبيشوف واحد قاعد وعم ياكل لحم، فبيحزن عليها الشخص وبيرمي له قطعة صغيرة وبينام عنده ليصحى الصبح ويقول له الهندي اللي ساعده شو اللي عمل فيك هيك، فبيحاول يشرح له ويفهمه بالإشارة لأنه صوته ما كان طالع بسبب إصابته بحنجرته، وبيقول له بأنه في دب هجم علي وأنه صديقي خاني وقتل ابني. فبرد الهندي عليه وبيقول له بأنه هو مثله كمان فقد كل عيلته، وقرر أنه يساعده وركبه على الحصان والهندي كمل مشي. لبعد شوي بيفقد جلاس وعيه، ليقوم الهندي ويشعل له نار تدفي ويعمل له خيمة من الخشب لأن التلج بدأ ينزل وعبى المكان، وأما جلاس فجروحه كانت متعفنة بسبب تعرضه للمي والرطوبة لفترة طويلة، فبيعالجه الهندي وبيتركه يرتاح شوي. ليطلع جلاس بعد فترة من الخيمة ويدور على الهندي وما يلاقيه، ويشوفه فيما بعد مشنوق ومتعلق عليه عبارة إننا متوحشون، ويكتشف فيما بعد بأنه الفرنسيين هنن اللي قتلوه وبأنهم عاملين مخيم بالمنطقة وشعلين النار وأمورهم تمام، وبيشوف بأنهم خاطفين بنت وبأنها عم تتعرض للمضايقات والإهانات، فبيتسلل وبيسرق سلاح واحد منهم وبيسرق كمان حصان بعد ما يكون فك كل الأحصنة لحتى ما يلاقوا بعد الشيء يركبوه ويلاحقوه. بيتمكن من الهرب بس بتوقع منه أنينة المي اللي كانت معه، وبيكمل بطريقه وبيلاقي مكان ينام فيه ليصحى تاني يوم الصبح على صوت الهنود الحمر، فبيركض بحصانه وهن عم يلحقوه، لكن ما بينتبه بأنه ما بقي في طريق قدامه، فبيوقع من على تلة هو والحصان، بيموت الحصان لكن جلاس بيضله عايش بفضل الشجر اللي خفف من وطئة وقعته، ولما بيقوم بيفتح بطن الحصان وبيطالع أعضائه وبيتخبى بقلبه من الهنود الحمر وكمان مشان يتدفى من السقعة. لنرجع هون لعند الخاين فيتزجيرالد والمضحوك عليه بريدجر اللي كانوا كملوا طريقهم ووصلوا لحصن كايوا، لكن قبل ما يدخلوا الحصن بنشوف فيتزجيرالد وعم ينبه على بريدجر بانه اوعى تجيب سيره للكابتن على اللي صار، وطبعا هون بيكون حكى له لبريدجر بانه قتله لهوك بعد ما يكون اساسا بريدجر شك فيه. فبنشوف فيتزجيرالد وعم بيهدد بريدجر وبيقول له بكل صفاقه بانه ايه انا ضحكت عليك شو رح تعمل يعني، بمعنى على ما بخيلك اركبه. ليوصلوا للحصن بنشوف فيتزجيرالد عم بيقول للكابتن بانه نكملوا مهمتهم، فبيقوم الكابتن بيجيب لنا المكافأة، لكن بريدجر ما بياخدها لأنه كان حاسس بالذنب طول الوقت وطلع هو عم يبكي من ندمه. لكن إذا بتفكروا شوي بمبرراته للوسخ فيتزجيرالد حتشوفوا بأنه أكيد أي حدا بنفس تفكيره كان حيعمل نفس اللي عمله، بمعنى هو من الأول ما كان طايقه لجلاس لأنه كان آخذ مكانه بالفريق، بالمقابل هو ما كان حدا معبره ولا إله أي أهمية. أما تاني مبرر إله فهو مشان ما ينقتل من قبل الهنود، وتالت مبرر مشان يأخذ مكافأة الفلوس اللي بتغير النفوس واللي كان مخطط يسافر فيهن ويعيش حياته. لكن ولأنه بعمره فرحة الندل ما بتكمل، بيجي واحد متشرد على الحصن وبيطلب منهم أكل وشرب، فبيلاقوا معه أنينة المي اللي وقعت من جلاس لما أنقذ البنت وسرق الحصان وهرب، وهون صار في عندهم احتمال قوي بأنه يكون عايش، فبيجهزوا الأحصنة وبيطلعوا ليدوروا عليه. ومن حب الكابتن واحترامه لشخص جلاس وأمله بأنه يلاقيه، بقي هو والمجموعة يدوروا عليه طول اليوم لحد ما بيشوفوا شخص جاي من بعيد وبيطلع جلاس، وبيتفاجأ فيهن جلاس وبينبسط وبيقول لهم بأنه فيتزجيرالد قتل ابني هوك وحاول يقتلني. فبيركب الكابتن حصانه وبيوصل قبل البقية على الحصن ليدور ويدور على الندل لكن ما بيلاقيه، ويروح ويضرب بريدجر واللي مفكره بأنه متعاون مع الندل، وبيأمر بسجنه لحد ما يتدخل جلاس ويقول له بأنه هاد مو عرفان الله وين حاطه فما له علاقة بشي اتركه، وبيطلب جلاس من الكابتن بأنهم يطلعوا بأسرع وقت يدوروا على الندل قبل ما يسافر. فبيقول له الكابتن أنا ماني مستعد خاطر فيك وكمان لسه جروحك ما التأمت. فبرد جلاس بيقول له أنا كان عندي شي خاف عليه أما هلأ فما بقي عندي شي أخسره وما رح ينالي عيش لحتى انتقم لابني. ومشان خاطره لجلاس ولمعزته ومحبته بقلب الكابتن بيقرر الكابتن يروح معه وبيفترقوا، وكل واحد بيدور من طريق لحد ما الكابتن يلاقيه للندل ويقول له انت مطلوب للعدالة ولازم تتحاكم على اللي عملته، وبيطلق النار على بعض. فبيسمع جلاس الصوت وبيركض على المكان ليلاقي بانه هنري انقتل والندل هرب، فبيقطع غصن كبير من شجرة مشان خطة طلعت بباله وبيكمل بطريقه. لكن فيتزجيرالد الندل بيكون عم يراقبه من بعيد وبيضرب نار عليه، فبيوقع جلاس وبينزل الندل عنده لحتى يتأكد بأنه مات، فبيتفاجأ العبيط بأنه هذا مو جلاس ويفاجئه جلاس بطلق نار عليه، وهي كانت خطته بأنه يتخبى ويركب بظهر الكابتن الغصن اللي قصه مشان يسنده وهو على ظهر الحصان، فيفكر الندل بأنه جلاس فبيطاردوا بعض وبيتزحلق الندل وبيضل جلاس داعس وراه، وبيقوموا الاثنين وهن مكسرين ليقول له الندل كان بيننا اتفاق، وبرد جلاس وبيقول له انت خاين وقتلت ابني وراح انتقم له، وبيهجم عليه وبيتدابحوا وبيكون قرب يخلص عليه لكنه بيشوف جماعة من الهنود الحمر عم يتفرجوا عليهم من بعيد، فبيرميه بالنهر وبيقول والله ماني رح وسخ ايدي فيك يا ندل ورح اتركك لاخواننا الهنود الحمر يعملوا لك اللازم ويقوموا لك بالواجب، من الاخر حيريحوك على اخر.
الآخر. أما قبيلة أريكارو اللي هن الهنود الحمر اللي كانوا عم يراقبوا الوضع، فبيمشوا من جنب كلاس وما بيقربوا عليه، لأنه البنت اللي أنقذها طلعت بنت زعيم القبيلة اللي قلب الدنيا ليلاقيها. وبهالموقف هاد فينا نقول بأنه كلاس جنى ثمار ما زرع، بمساعدته للبنت زرع خير وحصد الخير، بينما ند الفيتسجيرالد زرع الشر وحصد الشر. وأخيرا نجح كلاس بصموده وثباته أمام أكبر امتحان ممكن بني آدم يتعرض له، وأصبح فيما بعد أسطورة وقدوة بأمريكا للأجيال من بعده. ولهون يا قوم بيخلص فيلمنا لليوم، ولا تشوفوا أحدث الأفلام فور نزولة. لايك شير وسبسكرايب مع تفعيل الجرس.